وقع العراق الثلاثاء الماضي عقودا مع شركات صينية وإماراتية لتطوير 6 حقول ورقع استكشافية في محافظتي ديالى وميسان ضمن جولة التراخيص النفطية الخامسة، والتي من المؤمل أن تسهم في تطوير قطاع النفط واستثمار الغاز المصاحب بتحقيق إنتاج يومي يصل إلى 250 ألف برميل من النفط ونحو 1,000,000,000 قدم مكعب قياسي من الغاز. جولة التراخيص الخامسة اختلفت عن الجولات السابقة كونها وبحسب وزارة النفط مختصة بالرقع الحدودية التي يكون جزء منها مشتركا مع دول الجوار، وبالتالي تثبيت شرعية وعائدية هذه الرقع واستثمارها لتحقيق أقصى استفادة للبلد من الموارد النفطية والغازية في تلك المناطق وتحسين الوضع المعيشي من خلال تشغيل اليد العاملة وتحسين البنى التحتية، إضافة إلى تعزيز الاحتياطيات النفطية والغازية وزيادة الطاقات الإنتاجية خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، ما يسهم بزيادة الواردات المالية من خلال زيادة الطاقات التصديرية للنفط الخام وتقليل أو انتفاء الحاجة إلى استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية الغازية. كما تميزت الجولة الخامسة بتقوية ودعم الجوانب التعاقدية والقانونية التي تصب في مصلحة الجانب العراقي بالدرجة الأساس، فضلا عن تبني نظام مالي يضمن حماية عائدات العراق من المخاطر الاقتصادية من خلال اعتماد مبدأ الربح كنسبة وليس كرقم ثابت كما هو الحال في الجولات الأربعة السابقة، إضافة إلى تعديلات أخرى تضمنت ربط استرداد الكلف البترولية مع أسعار النفط العالمية لضمان عائد مجزي للعراق في ظروف انخفاض أسعار النفط، والتأكيد على ملكية الشعب العراقي لكامل النفط والغاز سواء المخزون في باطن الأرض أو المستخرج أو المصدر، فضلا عن عدم رهن أي كميات أو حقوق ملكية لأي جهة أخرى غير الحكومة العراقية، وإلزام الشركات على حصر نفقاتها الخاصة بمتطلبات العملية البترولية وربط أرباحها بترشيد الإنفاق وتحقيق معدلات الإنتاج المخططة لكل حقل بأقصى كفاءة ممكنة، وهو ما يكشف عن سياسة نفطية جديدة يقول مختصون بأن المضي بها سيزيد من الإيرادات ويقلل الهدر بصورة كبيرة، ناهيك عن تغيير نمطية صيغة العمل السابقة التي كانت نتيجتها أن يكون العراق ثاني أكبر دولة في حرق الغاز الطبيعي عالميا في الوقت الذي تنفق فيه البلاد سنويا نحو 12 مليار دولار لاستيراد الغاز الأجنبي. لبرنامج دينار، أحمد محمد صالح، العراقي الإخبارية، بغداد.